حتى الكاف، حتى الكاف عايز مننا ايه؟ ده احنا لسه ما لحقناش نتهنى على ايه؟ على ايقاف ثنائي الزمالك. مين هم؟ تعال نعرف كل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب دود سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده وهو ملعب الدودي بودي سبورت. حلقه اليوم عندنا تحفيل لعيب على لعيب ويرد كما تدين تدان، يرد على الاحتفال، وايقاف الثنائي بقرار من الكاف من لقاء السوبر الافريقي. قبل ما نخش على الفيديو عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده احنا لسه بنتهنى يا دودي على طعم الفوز بالسوبر الافريقي، ويرد وقرار من الكاف، قرار من الكاف بغرامه 500,000 دولار، 350,000 على كابتن شيكابالا، علشان بيقول لكابتن معتز ابراهيم انت عايزها خربانه خربانه علشان ضربه الجزاء. طيب احنا بقى ناخد اللعيبه كلها وننسحب علشان يكون قرار حاسم من الكاف، ولا نفسي اعرف حاجه؟ هو الكاف ما وراش غيرنا؟ الكاف ما وراهوش غيرنا؟ علشان نعرف، احنا عايزين نعرف بصراحه، ولا احنا فينا حاجه غلط؟ ولا نقفل النادي احسن ورايح نفسينا؟ ولا ايه؟ يعني نفسي اعرف حاجه. الناس دي مش عاجبها اي حاجه واي هبد في اي شيء، انا بصراحه مش عارف. ايقاف للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي. طب شيكابالا عشان كابتن معتز ابراهيم قال له يلا الفرقه كلها تنسحب. طب ناصر منسي، ادي ناصر منسي بيقول له علشان قال للجمهور احنا هنذبحكم. ايه ده؟ انهي حاجه بتقول كده؟ يعني بصراحه شيء من ضمن الاشياء الغريبه جدا 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 اللي بنشوفها، يعني حاجه غريبه، حاجه فيها كل التلاكيك. ثلاث مباريات ايقاف لشيكابالا وثلاث مباريات ايقاف لناصر منسي و500 الف دولار، 500 الف دولار من الكاف. يعني احنا النهارده ما لحقناش نتهنى بمكافاه الفوز بتاع السوبر الافريقي ويرد علينا؟ ده احنا لسه يا سيدي ما خلصناش مديونيات باتشيكو ولا فرجاني ساسي، وما صدقنا اللي خلصنا إشمبونج، وهيطلع كمان مش عارف مين، وهيطلع الخ، يعني حاجات كده غريبه. كل ما نطلع من من فحره نخش في ضحديره وحاجات غريبه جدا جدا جدا. انا بصراحه مش عارف مجلس الاداره، يعني مش عارف قراراته، لسه مش عارفين الدنيا عامله ازاي. حاجات كده غريبه بنشوفها في الكره الزملكاويه، وايقاف ثلاث مباريات لكل لاعب بين شيكابالا وناصر منسي. الموضوع الثاني وهو موضوع تحفيل، تحفيل غريب الشكل بعد ما كان زيزو بيحفل على يحيى عطيه الله في لقاء القمه في السوبر الافريقي، يرد عليه يحيى عطيه الله ويحفل عليه في السوبر المصري علشان كما تدين تدان. يعني مش قادر اقول لك، لما تحفل النهارده على حد هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى حفل عليك تاني يوم، ما تعرفش ازاي. لكن لو انت ما حفلتش على حد الدنيا هتكون كويسه معاك. وبالفعل يحيى عطيه الله علشان بيقول له الباقيه تاتي من البطولات، واحنا فرقه بطولات وفرقه انجازات وفرقه تاريخ وفرقه قيم ومبادئ وكل شيء. في يحيى عطيه الله في اول موسم بالنسبه له مع النادي الاهلي، وزيزو اللي لسه حتى الان صاحب الملايين، اللي برضو المستوى مش اللي هو اللي احنا عارفينه. زيزو المستوى قل بشكل كبير جدا 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 في لقاء القمه في لقاء السوبر، وما كناش شايفين زيزو بمعنى الكلمه. والناس كلها اللي عارفه زيزو ومتاكده من زيزو ان عنده كتير، لكن التحفيل لما تحفل على حد الامور بتختلف تماما بين ده وبين ده. علشان كده رد عليه يحيى عطيه الله، وتحفيل
تاريخي ببطوله السوبر المصري، علشان بيقول له مش احنا اللي نخسر بطولتين ورا بعض في شهر واحد، ولسه عندك بقى العين الاماراتي جاي والدنيا كلها هتكون والاجواء. وقفل بقى، اقفل الكتاب وفتح كتاب الاستعداد اللي بقوه للقاء العين الاماراتي يوم الثلاثاء. السؤال الاخير او الموضوع الاخير اللي بتكلم عليه، وسام ابو علي بيحمس اللعيبه في التمرين، هو الوحيد اللي بيحمس اللعيبه في التمرين وبيقول احنا قادرين على الفوز. هتكسب العين الاماراتي اكبر فرقه في اسيا، يعني اتنين من اللقاءات الممتعه في الكره بقى الاسيويه والكره الافريقيه، الاهلي والعين الاماراتي، وبطوله تانية تماما. وسام ابو علي جاهز بكل قوه للقاء العين الاماراتي، وبيتحدى سفيان رحيمي وبيتحدى كل المحيط الاطلنطي داخل العين الاماراتي، اللي بنتمنى باذن الله تعالى نشوف لقاء ممتع ومثير باذن الله تعالى. وبس بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما معاكم يا ريت نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني غدا في حلقه جديده من ملعب الدوت سبارت في تشكيل الاهلي المتوقع في لقاء العين الاماراتي باذن الله تعالى. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تقولش ده في القناه، خلي عندنا بمسامير راضي عشان المزيد ان شاء الله.